فاطمة؟ فاطمة؟ خير يما؟ يما إذا عندك ذهب ما تبينه حطيه هني، بروح السوق أبيعه. ليش يما؟ مو حطينا فلوسنا عند التاجر علشان يطلع لنا فلوس؟ يعني الحمد لله إحنا بخير ومو محتاجين نبيع ذهبنا. بعدين يا يما الذهب زينة وخزينة. اللهم الاعتراض. تدرين يا فاطمة ساعات أطالع صورة أبوك وأعصب، أقول له يا محمد ليش تركتنا بهالحال؟ الله يرحمه يا يما. لا تحاتيني، احنا بخير ان شاء الله. الله يجيب اللي فيه الخير. يما بدر. هلا يما. ما رحت المخفر؟ يما رحت، قالوا اذا عرفوا شيء هم بيهم. ويها يما صار لهم شهر وهم يقولون كذي. ايه لا تحاتي النوريه، انا موجود والشوزن بعد موجود. هني واحد يدش علينا هني اطش الراسه تطشر. كفو. فالك ما قبلناه. اسمعني زين مفتاح، ما تي صوبها كلش. اي بس مره واحده اطش الراسه وبس. مفتاح؟ قلت لك ما تي صوبها. اي خلاص بس بس بس. ويت تلقون واحد من برا الفريج يا شاف البيت ظلمه ودخل. يما بدر بيزاتنا وذهباننا لازم نوديهم البنك، ولا ترى حلالنا كله بيروح ببكشة حرامي كأنا قاعد أقول لك. إن شاء الله يما اللي تعملين عليه. يما بغيت أبشرك إن شاء الله عن قريب نفتح محلنا الثاني. بالبركة يما، الله يفتح بويك ويرزقك حبيبي. ايه فلوسه وايد. وي قول لا اله الا الله سب الرحمن، قول ما شاء الله. ايه ما شاء الله، انا ايش قلت عيني بارده؟ ايش عقبه؟ يا يمه ما يصير تقول كذي. ان شاء الله. خالتي دريتي محل عمي محمد الله يرحمه صكوه. ايه يمه دريت وضاك خلقي. الله يرحمك يا محمد. حط كل اللي عنده على هالمحل هذا، وبنى امال كبيره على هالمحل. الله يرحمه. الله يكون بعونك يا مريم. عاد بدر اللي شراه. ومريم تدري؟ بدر انا ما بي مشاكل يمه، مالي خلق مشاكل. لا تحاتيني يمه، ما حد يدري ولا حتى فاطمه تدري. باللي الله قدرني عليه قدرت شوي اسدد من ديون عمي محمد، لكن المسكين الله يرحمه ديانته وايد. الله يكون بعونهم.